معانا دلوقتي بيتر، استاذ بيتر منير جوارجي. استاذ بيتر اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. طيب حضرتك تواصلت معانا لانه كان في حصلت مشكله كده في الجونه الغردقه، فممكن حضرتك ايوه يا تحكي فندم. لنا اللي حصل وحصل امتى يعني بسرعه كده باختصار عشان الوقت بس، اتفضل. يا فندم، يوم 16/7 كان اخويا في الجونه، هو بيشتغل في الجونه منظم حفلات باداره امن الجونه. نعم فاثناء مروره في الشارع بكلب خاص بيه، فاسره شافت الكلب اتخضت منه هو كلب كبير فاستعملوا يعني، شتيمة. نعم كلب كبير. عادي يعني، كلب عادي يعني، طب والأسرة هو دي ما عملهمش حاجة يعني. اشتغلت شتيمة لمجرد ان هو ماشي بالكلب في الشارع وخلاص كده؟ بالظبط يا فندم. اي فطبعا اشتغل شتيمة، فاخويا بيقول له طب ما تشتمش، فابتدى تبادل الفاظ ومشادة كلامية، مش اكتر من انها مشادة كلامية ولفظية ما بين مواطن مصري ومواطن مصري. بس اللي اتضح لنا بعد كده ان لا، ده مواطن مصري وكيل النائب العام، وده مواطن مصري عادي. اللي هو اخوك يعني، فوجئنا يا فندم ان المشادة اخوك جورج، واللي جورج كان منير، واللي كان الشخص اللي كان بيشتم ده اتضح ان هو مين بقى؟ اتضح انه وكيل النائب العام. وكيل النائب العام. طيب ماذا تم بعد كده بقى؟ حصل يا فندم، قال له انت يا ابني انت مش عارف انت بتكلم مين، ده انا خليك ما تشوفش الشمس تاني. وفعلا يا فندم نفذ اللي هو قاله، وجورج اتصل بالاداره بتاعته، اداره امن الجونه، فجه الضابط المختص بامن الجونه اسمه كريم بيه. فكريم بيه كمان بيتكلم مع السيد وكيل النائب العام، فبرضه فضل يشتم في كريم بيه. اللي هو انت فاهمه؟ أحمد معز سيف النصر. احمد معز سيف النصر وكيل النائب العام في القاهره. فحصل مشادة السيد احمد معاذ، حتى الضابط بتاع امن الجونة اللي جاي يحل المشكلة هو مش عايز يسمع له، شغال شتيمة في الكل وفي الجونة وفي امن الجونة وفي كل، ما خلاش حد ما شتمهوش. فكتب كتب مذكرة، راح كتب مذكرة اتهم فيها كريم بيه الضابط وجون وجورج بالسب والقصف واعتداء طب هو الكلب على دخل الطفل جون كمان؟ واتهم هو كان جورج وجون مع بعض، اخواتك الاتنين كانوا ولا ايه اللي الاثنين دخل يا جون؟ فندم بيشتغلوا في إدارة أمن الجونة. يعني جون كان في الواقعة ولا هو جاب اسمه؟ هو ما كانش موجود وزج بيه اسمه كمان، يعني كان موجود مع الكلب لا يا في فندم، الواقعة زج دي. باسمه جون يا اما انا فندم، عشان جه بس مع كريم بيه. يعني كريم بيه وجون كانوا جم بعد كده، فراح بقى ايه الاخ احمد معاذ ده عمل اتهام لجورج وكريم وجون، جورج وجون وكريم بيه. بالظبط يا فندم، ايه بقى الاتهام اللي بالظبط اتهمهم يا بيه فندم، بانهم عملوا ايه بقى؟ اتهمهم يا فندم، اتهمهم بالسب والقصف واعتداء كلب على طفل والاستيلاء على هاتفه المحمول. كمان فلبسهم يا فندم في تهمة بناء عليها جون وجورج اتقبض عليهم دلوقتي، لهم 45 يوم محبوسين، وكريم بيه الضابط مش مقبوض عليه، واخواتي اللي مرميين في الحبس دلوقتي لهم 45 يوم طيب انت عشان خاطر بتتكلم على مشادة ان هو كلامية. وكيل نيابة وسط القاهرة، المفروض يعني هيؤخذ كلامه خلاص، يعني ده مسلم بيه، مفيش تحقيقات، يا مفيش فندم، تحريات، مباحث، مفيش اي حاجة اتعملت، خلاص هو مادام يا قال فندم كده يبقى ده تحريات اللي حصل. المباحث، تحريات المباحث يا فندم، والورق بتاع القضية موجود في مكتب دكتور إيهاب رمزي المحامي، تحريات المباحث بتثبت عكس اللي قاله السيد أحمد معاذ، ولا تمام. في كل اللي قاله ده وكل الاتهامات اللي وجهها تحريات المباحث بتنفيها، حتى وقعت ان الكلب عض ابنه اللي هو برضو كاتبها في المذكره اللي كتبها التقرير الطبي اللي عاملاه مستشفى الغردقه العام بتنفي ده. الله، انا يا فندم يعني معايا لما دلوقتي كل صوره التحريات التقرير الطبي، دلوقتي بتنفي التهم دي، هم لسه محبوسين 45 يوم ليه؟ ولسه محبوسين يا فندم يوم 5 لغايه النهارده، وبكره عندهم جلسه، يعني بكره طب السبت عندهم الأستاذ إيهاب جلسه. احنا حاولنا نكلمه الحقيقة، مش فاحنا مش فاهمين 45 يوم عشان كلبه وسرقة، المفروض برضو سرقة المباحث التحريات قالت ان ما حصلش سرقة ولا ايه؟ ما هو يا فندم علي ابن الجنايني شتم انجي بنت الباشا يا فندم، ما هو في مواطن مصري وكيل نائب عام ومواطن مصري غلبان. انت بتستشهد طبعا بالفيلم الشهير، ما علينا. لكن طبعا يا فندم، ما احنا غلابة يا فندم.
لا احنا يا المفروض مفيش فندم حاجة اسمها غلابة، ومفيش دلوقتي حاجة اسمها ابن الباشا وابن الجنايني. احنا دلوقتي بنتكلم عن انه في مواطنين مصريين ليهم حق. دكتور ايهاب بيقول لكم ايه؟ لانه كان المفروض يدخل معانا في اكتر من موضوع بس الحقيقة تليفونه مغلق. فبيقول لكم ايه في القضية دي دكتور ايهاب رمزي دكتور المحامي؟ إيهاب يعني هو دخل في القضية من حوالي 3 أسابيع بس، فطبعا مستغرب من أسباب الحبس الاحتياطي الغير مبررة، وهيحضر بكرة إن شاء الله الجلسة، بكرة السبت ممكن أتابع مع حضرتك إيه يا اللي ريت هيحصل في يا الجلسة. ريت تابع مع زميلتنا وهنتابع معاك ونشوف برضو التطورات توصل لإيه. وإن شاء الله يعني احنا بنناشد دلوقتي النيابة يعني والمسؤولين والنائب العام إنه ما يصحش كده، برضو ما يصحش كده يا يعني فندم يا جماعة، دي مش معقول اللي احنا سلطة يا بنشوفه فندم، ده. سلطة قوية جدا يا فندم، ده وكيل النائب العام فبيرفع التليفون بيقلب الدنيا، يعني وهو قاعد في القاهرة يا فندم بيرفع التليفون بيقلب الدنيا، تمام فاحنا مش قد يا فندم، احنا بنستغيث بالله وبيكم بان حد ينقذنا من افتراس السيد وكيل النائب العام ده، لو عشان ربنا انت ما ما تعرفش اتدخلش دنيا. وحد اتدخل يا فندم هيفترسنا. لا لا ان شاء الله خير وباذن الله. دي يا يعني فندم مشادة المفترض كلامية احنا بنفترض ان بتحصل في مشادة ان كلامية عادية بتحصل ما بين 2 مصريين في الشارع. بنفترض ان في قانون ما يعني، يعني ده املنا يا استاذ بيتر. يعني هتابع مع حضرتك وبشكرك طبعا، واحنا اسفين جدا، احنا بنأسف لانه جون وجورج لغايه دلوقتي 45 يوم محبوسين بسبب ظلم وبسبب اتهامات جزافيه لمشاده كلاميه. فانا الحقيقه مش عارفه اقول لحضرتك ايه، ربنا يكون في عونكم. واللي مطلوب مننا ده كتير، لا المسيحيين يمشوا بكلاب، ولا المسيحيين يحطوا صلبان على الكنيسه، ولا يلبسوا صلبان، ولا يعترضوا لما يجوا ناس يضربوهم بالطوب، لما يعترضوا يتقبض عليهم. وعلشان ترجع، علشان نسيبكم زي صفة الخرسة كده، امضوا تعهد انكم ما ترجعوش البلد. ايه ده؟ احنا فين؟ امتى؟ ازاي؟ يعني احنا في عهد السيسي، ولا احنا في عهد الاخوان لسه، ولا احنا زي ابراهيم عيسى؟ والناس برضو يقولوا ايه، ويهاجموا ابراهيم عيسى ويهاجموني لما بحط حاجاته. ما هو قال لك اديني طب اي فروق ما بين العهد اللي كان في الاخوان والعهد اللي احنا فيه دلوقتي مع السيسي.